انا ثاني كنقراو اي واحد شرا من هنايا وما عجبوش يرجعوا لينا حنا ردوا لي فلوس ولا تجيبوا لي سردي اخر معناتها ياك. ولكن راه كاليتي واعره وعلى حسابنا عن تجربه، حنا ما تنبيعوش شي سلعه اللي حنا ما مجربيناش، مجربين نوع ديال الحم ديالو. اذا معنا واحد طاقه شبابيه اللي هي واحد الاخت يعني تبارك الله مقيمه في الديار الكنديه، هي بنت هاد الضيعه ترعرعات في المنطقه ديال خريبكا. الاخت الاسم اشنو كتقراي في كندا؟ اعطينا عليك نبدا. الاسم كامل ندى طلباوي. اييه. بنت نور الدين طلباوي. اها. مقيمه في الديار الكنديه. اييه. كنقرا التخصص ديال الكونطابيليتي. اييه. الهدف النهائي ديالي هو نولي اكسبير كونطاب. اييه. مسيره طويله ولكن حنا قادرين عليها ان شاء الله. اييه. كي دايره الظروف تما مقارنه مع المغرب بالنسبه للدراسه؟ انت تبارك الله يعني يشوفوك الشباب معنا. انا ما يمكنش نقارن النيفو ديال الدراسه بالمغرب النيفو ديال الدراسه بكندا، حيت طبعا كتبقى كندا احسن. انا كنفتخر ببلادي ولكن بلادي فيها نقص ديال القرايه وفيها نقص النيفو طايح يعني كبير بزاف. بعد المدارس ماشي كلشي، لان تبارك الله عندنا معاهد. عندنا معاهد عليا تبارك الله. نتمنوا انها تزيد ترتقي وتوصل للمستوى. حنا ما بغيناش نتغربوا على بلادنا، حنا ما كرهناش نقراو بلادنا، ولكن راه الله غالب، راه الظروف ما مناسباش وكلشي ما مناسبش، نضطروا نهاجروا حتى لبعيد باش تحصل العلم. تماما. اذا احنا نرجعوا للمهم، هو هذا. انت كذلك بما انك من مولوعه من عشاق ديال السلالات ديال الخيل ديال البقر. حنا وراثي عندنا هذا الشيء، راه كما قال خويا راه في الدم يعني. تلقى دري صغير وكيعجبو هذا الشيء وكيعجبو يجي للعروبيه وكل شيء. ابار الغنم حنا مولوعين بالخيل، مولوعين بالبقر، مولوعين بكل شيء. يعني عندكم خيرات كثيره هنايا في الضيعه، حليتوا فيها العينين ديالكم. مني كبرنا وحنا صغار. انت كتشوفي الاب ديالك دار هذا المشروع ديال استيراد سلاله الميرينوس باش يغطي ولا يكوفري كما كنقولوا الخصاص اللي واقع في الطاقه اللحميه في المملكه المغربيه الشريفه. كيفاش شفتي هذه الرؤيه الاستراتيجيه ديال الاب ديالك؟ انا كنشوف ان الاب ديالي يفكر في الفئه المتوسطه والفئه المعوزه اكثر ما يفكر في اي حاجه من تكون عنده ربح من طرف الدوله. حيت كما كنشوفوا في الغلاء ديال الاسعار اللي كاين في السوق، راه ما شاء الله الثمن طالع بزاف. وكاينه فئه ديال المواطنين اللي يقدروا يشريوا بهذاك الثمن، ولكن فئه اخرى ما يقدروش يشريوا. يعني حنا قلنا غادي ندخلوا هاد الفئه السلاله هذه باش نقدر نغطيو هذاك الخصص اللي كاين. وراه كنقولوا لكاع المواطنين مرحبا بكم. وراه حتى الدرويش يقدر يعيد. يعني حنا ما غاديش نقولوا لكم شي ثمن خيالي اللي غادي نجريو عليكم ولا نخليكم تعيدوش ولا تفكروا تعيدوا حوليه ولا شي حاجه صغيره. عندنا خرفان اللي يقدروا يعيدوا لكم بواحد الثمن اللي اتمنى غتكون مناسبه، كيدخل العقل كاع المواطنين. ما غنقولوش لكم 5000 درهم ولا 6000 درهم، غادي نقولوا لكم الثمن اللي مناسب اللي مناسب. 2500 درهم 2000 درهم تعيد المواطنين. تعيد المواطنين تبارك الله، وتكون شي جوده اللي بالنسبه لجوده اللحم. المغاربه الاخت ديالي الجميله يعني المغاربه كيوقع لهم واحد التشويش. كنسمع المغاربه كيقولوا ان هذا النوع ديال اللحم كيكون عيان، السلاله ديال الصرد احسن. انا تنعطي الكرونطي لاي واحد شرا من هنايا وما عجبوش يرجعوا لينا حنا ردوا لي فلوس ولا تجيبوا لي صرد اخر معناتها ياك. ولكن راه كاليتي واعره وعلى حسابنا عن تجربه، حنا ما تنبيعوش شي سلعه اللي حنا ما مجربيناش، مجربين نوع ديال اللحم ديالو. كتجي عند نوع اخر عاوتاني كيقول لك راه اللحم خانز. خويا الا كان شي لحم خانز حنا نعوضوا لك هادشي كامل ونعطيوك فلوس كاع سير شري منين ما بغيتي. مرحبا. ولكن راه ما بعنا السلعه، تعرفناها راه كاليتي مزيانه وعرفنا راه غادي تكون نافعه للمواطن ديالنا. بالنسبه لهاد التجربه ديالك في الميدان هذا، واش غتنفعك في الدراسه ديالك؟ غتنفعني في الدراسه ديالي ولكن بعيده كل البعد. انا كنقرا بغوص ديال الكونطابيليتي وهذا، ولكن هادشي كيبقى حرفه ديالنا وكيبقى هوايه. واخا تقرا تتعيا وتمشي في المقريتي، ولكن راه غادي ترجع للاصل وغادي تبقى ديالكم. الطموح ديالك واش تزيد تطوري من هذا المشروع، تزيد تستمري في هذا المجال باراليل مع القرايه ديالك، واش تزيد تستمري في هذا المجال؟ تستمر في هذا المجال الله يطول لي في عمر بابا بعدا. اييه. كيعطيني افكار المساند الرسمي. كيعطيني افكار في الدومين وكيفيدني وكينصحني ديما. كما كتشوف راه حنا السلعه هادر على راسها، ما عندناش علاش نبقاو نشكروا فيها. ومرحبا باي واحد بغى يجي لعندنا، حنا ما كنردو حتى واحد وبابنا راه مفتوح لاي واحد. شكرا. اش بغيت تقولي للمغاربه في العيد، مناسبه العيد؟ كنبغي نقول لهم عيد مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وتعيدوا مع عائلاتكم ان شاء الله. ومرحبا بكم عندنا، وراه الدرويش يعيد، واللي عدو اللي ما عدوش يعيد، واللي عدو هو يعيد. تبارك الله عليك اختي. اذا شكرا جزيلا. اذا الاخت تبارك الله طاقه شبابيه محبه لهذا الخير، محبه للسلالات. كنبغي نشكروها على الكلمه اللي عطاتنا، يعني تبارك الله. تحيه للطلبه ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب، كنشكروهم على انهم كيمشيو كيتغربوا على الاوطان ديالهم باش يحصلوا العلم،
باش يساندوا هذه الدولة ويخليوا الركائز ديالها يعني قوية ومتينة. تبارك الله ما شاء الله. إذا خيرات كثيرة كاينة في ضيعة، كنوعدكم بأنه غادي تنال الإعجاب ديالكم. كاين تبارك الله هنايا حوالا غلاط، كاين حوالا مويان، كل حاجة وكاينة وكل حاجة والثمن ديالها. ما عليكم إلا تواصلوا وتجيو للضيعة، تبارك الله غادي يكون ثمن مناسب. وتحياتي لكم وإلى اللقاء.